نجدد وياكم مشاهدينا التحية والترحيب من خلال تواجدنا اليوم في مسد بي وتحديدا في فيستيفال سيتي مول. وبنتوقف في هذه الفقرة عند موضوع حقيقة شيق جدا، هو برنامج التدريب المهني والعملي للطلبة، واللي يأتي حقيقة استمرارا للإنجازات المتحققة في مجال التوطين في سوق العمل والطفرة الكبيرة المحققة خلال المرحلة الماضية عبر تواتر الأجيال المدربة والجاهزة للاندماج في المرحلة الاقتصادية والمهنية المقبلة في حياتهم. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا سعادة أحمد آل ناصر، الوكيل المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية وزارة الموارد البشرية والتوطين. مرحبا بك ويانا. يا مرحبا بالأستاذ أحمد. الله يسلمك، الله يحفظك إن شاء الله. الله يسلمك ويعافيك. إحنا اليوم يعني حقيقة هذا الموضوع أخذنا فيه نوعا ما بعض النقاط قبل الهوى معاك أستاذ أحمد، ودخلنا فيه في كثير من يعني المحاور. لاحظت أن أنتوا يعني مركزين حقيقة على ثلاث خلنا نقول أضلع في هذا المثلث، اللي هو يتضمن أولياء الأمور وأيضا الطلبة وأيضا المؤسسات التعليمية، وأولياء الأمور اللي هم الطلبة والمؤسسات التعليمية وأيضا الشركات الخاصة. حابين أن أنتم تفعلون هذا الدور فيما بين جميع هذه الأطراف، وبدأتوا حقيقة كمرحلة تجريبية في العام، وإلى أن وصلتوا إلى الكثير من الخطط التطويرية في هذه السنة. حدثنا عن أهم أهداف البرنامج المهني للتوطين. بالفعل يعني أخت مريم، اليوم كان عندنا نحن هدف رئيسي أن نحن نصل إلى الأجيال من مراحل سنية مبكرة. هذا البرنامج يستهدف الطلبة بالدرجة الرئيسية من مرحلة الصف التاسع حتى السنة الأخيرة من الحياة الجامعية. هذه الفئة بالنسبة لنا نحن اليوم جدا فئة مهمة، لأنها هي تعتبر الرافد لسوق العمل بعد سنوات. اليوم نحن في حاجة إلى أن نحن نضمن أن هذه الأجيال المقبلة على سوق العمل أنها تكون مهيئة من فترة مبكرة، عندها نوع من المعرفة ولو كانت بسيطة ومتواضعة عن ماذا يعني سوق العمل. اليوم سوق العمل سوق كبير، هناك المؤسسات الحكومية وهناك مؤسسات القطاع الخاص، فلا بد من أن نحن نهيئ هذه الطلبة من مراحل سنية مبكرة، نعطيهم جرعات خفيفة حيث أنهم يبدون يتأهلون، يتعرفون ماذا يعني سوق العمل، ماذا يعني العمل مع الزملاء، عمل تعودوا على كراسي أو مقاعد الدرس أو الجامعة، صداقات معينة. سوق العمل يختلف، فتدخلونهم في مود وثقافة العمل. بالفعل، وهذه تجربة للعلم نحن كنا ترى نسويها قبل، اللي نسميه التدريب الصيفي. التدريب الصيفي، لكن اليوم نحن سعينا إلى أن نحن نخليها نموذج في دولة الإمارات، أن يكون تكون ممارسة منظمة ممنهجة ضمن معايير ومتطلبات، مثل ما تفضلتي ثلاث أضلع فيها الطالب وأولياء أمورهم، بالفعل المؤسسات التعليمية اللي لها دور كبير في حلقة الوصل بين الطالب وبين سوق العمل. صحيح. صحيح. وسوق العمل اللي هو نحن نستهدف القطاع الخاص للأمانة في هذا البرنامج. زين، يعني جميل جدا البرنامج هذا وأهدافه جدا سامية، لأن نحن دوم نقول إن في فجوة ما بين التعليم وما بين سوق العمل، إن مرات يوصل الطالب للمرحلة الجامعية ويضيع يمكن سنة سنتين في دراسة الجامعية، هو متخبط ما بين تخصص وآخر، فأنتم يمكن توفرون هاي السنوات الضائعة من عمر الطالب بحيث أنه يكون خلص الثانوية هو يعرف وين توجهه وين هدفه المستقبلي أو الوظيفة اللي هو تعتبر قبلته نوعا ما. زين، هذا التدريب بدأ مثلا خاصة من مرحلة الصيف ولا هو ممتد على مدار السنة مثل انترنشيب نقدر نقول؟ البرنامج هذا لكون أنه يستهدف مراحل متعددة مثل ما ذكرنا من الصف التاسع حتى السنة الأخيرة، فالأعمار والأجيال والتخصصات مختلفة. كان الهدف من هذا البرنامج في سنته التجريبية أن نحن نقيس أكثر عن نموذج وعلى أكثر من مسار. استهدفنا الطلبة اللي في المدارس الثانوية بنموذج معين بمسار معين،
مدة التدريب من أسبوعين إلى 4 أسابيع فقط في الإجازات الرسمية طبعاً، لكون أن هاي الفئة مختلفة. صدق. هاي فئة بعدها ما نحتاج أن نحن ندربها على مهنة، على وظيفة، على مثلاً عملية هندسة ولا عملية محاسبة، كثر ما أننا نبغي نعزز عندهم ثقافة العمل اللي يسمونها اليوم السوفت سكيلز، المهارات الأساسية عليها. يتعرف عليها. كل ما صعدنا في المستويات كل ما كان التدريب لفترات أكثر. نعم. تصل إلى 27 أسبوع ما شاء الله. فبالتالي ممكن الطالب يكون فترة زمنية، طبعا هذه في المراحل الجامعية، يكون فترة على مقاعد الدراسة وفترة على رأس العمل مباشرة، يمارس التخصص في مجال العمل وفي سوق العمل. حلو. وانترنشيب لك المطول هو نحن نسميه ابرنتسشيب أكثر ما أن نحن نقول أنه انترنشيب، لأنه يمارس مهنة فعلية في مقر العمل ويقيم عليها ويحاسب عليها وتكون جزء من متطلبات التخرج. يحسب لك كمتطلب جامعي. يعني هي عملية متواصلة ومستمرة، مش أنها فصل معينة أو أسابيع معينة. ينخرط فيها أكثر في خلنا نقول أجواء ويعني سوق العمل، وكأنه هو فعلا في سوق العمل الحقيقي. اللي لاحظته من كلامك أستاذ أحمد أن هذه العملية وكأنها تضخ ما بين جميع الأطراف اللي ذكرناها في هذا المثلث، يعني كأن المؤسسات التعليمية تضخ هؤلاء الطلبة للشركات الخاصة، وأيضا الشركات الخاصة لديها أيضا نوع من المسارات اللي تستقطب من خلالها وتنجذب أو تجذب لها هذا النوع من التخصصات فتلبيها لهم المؤسسات التعليمية. فهي عملية أن نسميها تفاعلية ككل، تكاملية بالفعل. نعم. متكاملة. تكاملية. نعم. هي. طيب أنواع المسارات أستاذ أحمد المعتمدة في هذا النوع من البرامج المهنية، ها كم نوع؟ نحن اعتمدنا في المرحلة التجريبية 3 أنواع من المسارات الرئيسية. نبدأ بالمسار العام. وهو مثل ما قلنا يستهدف الطلبة اللي نبغي نأهلهم على مهارات أساسية في سوق العمل، ما نستهدف فترات زمنية طويلة، ونبغيه يتعرف على بيئة العمل. المسار الثاني اللي هو المسار المهني، وهذا المسار اللي مثل ما قلنا يمتد إلى ما يقارب 27 أسبوع، بحيث أن اللي يتعلمه في مجال تخصصه الأكاديمي يمارسه فعليا في مهنة حقيقية في سوق العمل. وهذه طبعا تحتاج متطلبات، تحتاج تقييم، تحتاج متابعة، assignments يدخل فيها، فبالتالي مسار طويل مقنن لهذا الطالب. وما بينهما نوع من الابلايد ستريم نحن نسميه، هو اللي تكون فترته بين هذه الفترتين تمتد تقريبا من 8 أسابيع إلى 16 أسبوع، يتعلم فيها مهارات إضافية ولكن ليست تماما على المهنة اللي هو يتدربها أو يدرسها في سوق في الدراسة. ذكرت سعادتك في كلامك أن تجريبي حاليا. نعم. يعني هذا الموسم الأول لهذا البرنامج، وكيف قيمتم؟ يمكن انطلق مع بداية الصيف أعتقد، فكيف تقيمون هاي التجربة التجريبية حاليا؟ البرنامج هذا بمباركة مجلس التعليم والموارد البشرية تبنى هذا المفهوم ووجهت فيه القيادة الرشيدة أن نحاول نجرب هذه التجربة في دولة الإمارات، بدل ما نروح ونطبق فعليا على المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص قد نواجه ردود أفعال. فكان التوجيه أن نحن ندرس ونجرب هذه المنظومة، نجربها على مقاييس متعددة ومختلفة، أن ناخذ المراحل اللي ذكرناها كلها، ناخذ المسارات المختلفة والتخصصات المختلفة، نجربها في الدولة بشكل كامل، هل راح تتوافق مع الإناث والذكور ولا راح تتوافق مع فئة معينة. كان عندنا هذا نوع من التحدي في الفترة التجريبية، كنا قبل ما نحن نخوض في تطبيق فعلي ونلزم المؤسسات خلنا نجرب ونقيس النتائج. فبالفعل ولله الحمد هذه التجربة كانت جدا ناجحة، وللأمانة تفاجأنا بالنتائج، وهي حقيقة. نحن لما وضعنا البرنامج وضعناه يمكن في شهر 4-5 من العام الماضي، بدينا التطبيق مثل ما تفضلتي في سبتمبر العام الماضي مع العام الأكاديمي الدراسي، كنا مستهدفين 3500 طالب، انتهينا في شهر يوليو
ب 7500 طالب مشاركين. ما شاء الله. توني بسأل كم عدد الفرص الوظيفية اللي وفرتوها من خلال الفرص الوظيفية؟ كنا مستهدفين 3500 فرصة وظيفية. انتهينا بما يقارب 8200 فرصة وظيفية. توظيف مو بتدريب. فرص التدريب. تدريب. هاي فرص التدريب. هي في الواقع هي فرص وظيفية. صحيح. لأنها هي مهن حقيقية في سوق العمل. صحيح. فبالتالي هي فرص وظيفية وندرب المواطنين. وكم بلغ عدد الشركات المتعاونة؟ شركات كنا متفاجئين أن نحن كنا خايفين صراحة من المشاركة، لأن مشاركة طوعية ما فيها أي نوع من الإلزام. صحيح. اختيارية. كنا حاطين مستهدف 350، كنا منشأة نقيسها نسبة وتناسب على عدد الطلبة اللي بيجونا. وكيف شفتوها؟ انتهينا بأكثر من 550 منشأة شاركت معنا طوعا بدون أي نوع من الإلزام أو غيره. هذه بالنسبة لنا كانت نتائج بالفعل مفاجئة، ولله الحمد خلتنا نضع خطة بإذن الله طموحة لتطبيق العام القادم. وراح نرفع السقف بشكل كبير. نعم. لأن الحماس والدافعية والرغبة اللي حصلناها من الثلاث أطراف. نعم. من المؤسسات التعليمية والأولياء والطلبة أو أولياء أمورهم بعد. نعم. كذلك أول شيء والشركات. صحيح. رغبة كبيرة أن الكل حاب يشارك بهذه التجربة. نعم. ويبني عليها. نعم. الحين الطلاب والطالبات هي من المدارس الحكومية والخاصة ولا بس الحكومية؟ بدينا في الفترة التجريبية أو الممارسة التجريبية بالمدارس الحكومية. نعم. لكوننا نحن اليوم شركانا الأساسيين في هذا البرنامج هي وزارة التربية والتعليم. نعم. وكذلك وزارة التعليم العالي ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي. لكون الانتشار موجود على مستوى الدولة، المراحل كلها موجودة اللي نحن مستهدفينها، البيئة فيها الفئة اللي نحن مستهدفينها اللي هم فئة الطلبة المواطنين، والبرنامج يكون قريب إلى هذه لنقيس نتائج الفترة التجريبية مع الخطة اللي موضوعة بإذن الله اللي هي تمتد لمدة 5 سنوات، أن نحن نرفع خلنا نقول مستهدفات في البرنامج. بإذن الله متوجهين إلى نحن نشمل مؤسسات القطاع الخاص ومدارس القطاع. طبعا أنتم يعني من خلال يعني المراحل التجريبية ومن خلال يعني سريان البرنامج واستكمال لهذه المسيرة اللي تعزز حقيقة إنجازات الوزارة في دعم وتعزيز وجود الكادر المواطن وتعزيز وجوده أيضا في سوق العمل تحديدا في القطاع الخاص. هذا يعني تثنون عليه حقيقة، وهي آلية شغالين عليها يعني على قد وساق. وفي النهاية يعني أنت قلت اليوم كلمة جميلة حقيقة أثناء حوارنا ما قبل الأول، قلت أنا ما أسميها تكسر الحاجز، أنت قلت لي أسميها تتخطى هذا الحاجز ما بين هؤلاء الثلاث أطراف، وتعزز نوع من الوعي الجديد أو مفهوم جديد يدخل إلى أيضا أذهان أولياء الأمور والطلبة في خصوص يعني الواحد يعرف هو شو وهو شيبة شو ميولة في يدخل لي يعني زمام هذا المعترك الوظيفي وهو يعني مقبل بقوة وثقة كاملة تامة. اليوم نحن الأمانة تفاجأنا بأمور كثيرة ليس فقط في هذا البرنامج، وكذلك حتى في ملف التوطين اللي اليوم نحن معنيين بمتابعته. القطاع الخاص اللي في يوم من الأيام كنا نسمع منه دائما تحدي أنه ما يجد المواطن الكفء أو المواطن المؤهل أو غيره، تفاجأنا أن القطاع الخاص يقول وين كنتوا خاشين عنا هذيل المواطنين، لأنه ما كان يبحث عنهم. لكن لما بالفعل بدأ يجرب المواطن شاف أن المواطن عنده كفاءة بالفعل ما كان هو حاصل عليها في مؤسسته. بالفعل اليوم الشباب والشابات بسم الله ما شاء الله على كفاءة عالية ومؤهلين وجاهزين. نحن نبغي نضمن أن السبلاي هذا مستمر. صحيح. لأن القطاع الخاص مستمر بالنمو. نعم. الطلبة باستمرار الحمد لله ينضخون في سوق العمل. اليوم نحن اللي نبغي نكمل الحلقة المفقودة اللي مثل ما تفضلتي يمكن سماح قبل. نعم. في بداية اللقاء. نعم. وذكرتي أن الفجوة نحن اليوم نباها هي سلسلة متكاملة. نبغي. نعم. القطاع الخاص يروح للمؤسسات التعليمية ويبدأ يختار الطالب اللي بياخذ بعد 2 أو 3 سنوات واللي هو يبغي يصممه على ما يتناسب مع بيئة عمله وقطاع. فكرة أنه يكون في مؤسسات سعادتك تتبنى الطلبة من خلال وإيجاد مثل أدنك مثلا في كلية خاصة تكون وديوة في كلية تخصصية
تجهز الكادر الوظيفي ليستلم الوظائف من بعد التخصص. نعم. يمكن هذه أنت تضرب عصفورين بحجر. نعم. أنت تدرس طلاب وتأهلهم، فبالتالي ما تضيع وقت في أنهم يفهمون طبيعة العمل في هذه المؤسسات. نعم. نحن اليوم الحمد لله والفضل القيادة من بعد الله نشهد يعني مضاعفة للأرقام للمواطنين اللي داخلين في سوق العمل والله الحمد في القطاع الخاص. وصلنا إلى 113 ألف مواطن، وحتى كذلك منتلتي القطاع الخاص تغيرت كذلك. اليوم المواطن عمل في كل القطاعات الاقتصادية، موجود في كل القطاعات الاقتصادية وفي كل المهن، من المهن الجونيور اللي يسمونها إلى المهن ليدرشيب، المواطن شارك في كل مكان. صحيح. واليوم أثبت جدارته، ونحن يعني على ثقة أن الأجيال القادمة راح تكمل هذه المسيرة بإذن الله، وراح تكون أعدادها أكبر الله من ذلك إن شاء الله. نحن مبسوطين حقيقة بسماع هذه الأرقام العالية واللي تفوق التوقعات والأهداف اللي كانت موجودة، دلت تدل على أن أنتم تسيرون في الطريق الصح ونحو الريادة حقيقة، وهي ثقافة حديثة نحن نتمنى الجميع أن يشاركون فيها بالشكل الفعال، ونتمنى أيضا التطوير الدائم وأيضا التوفيق في خططكم التطويرية. سعادة أحمد الناصر الوكيل المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، كل شكر على جهودكم وعلى وجودك اليوم معنا. شكرين. شكرا. قواكم الله.